روى الترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: اشتكى خالد فقال: يا رسول الله، ما أنام الليل من الأرق. فقال: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد منهم أو يبغى علي، عز جارك أو يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. نعم، اشتكى خالد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرق وهو عدم النوم، فأرشده صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، فراش النوم، أن يقول هذه الكلمات: اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، السماوات السبع وما أضلت وما تحت ظلالها من المخلوقات، إنهم سكان الأرض كلهم تحت ظل السماء، ورب الأراضين السبع وما أقلت، يعني حملت من المخلوقات على ظهرها، وفي هذا دليل على أن الأراضين سبع مثل السماوات. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع أيضا، كل طبقة لها سكان، كما أن السماوات كل طبقة لها سكان من الملائكة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. ورب الشياطين وهم المردة من الجن والإنس، المردة الذين تمردوا على طاعة الله وعتوا عن أمر الله، فهؤلاء شياطين، إما من الشطون وهو البعد لأنهم بعيدون عن طاعة الله، وإما من الشيط وهو الاشتداد، الشيطان إما أنه مشتق من الشطون والبعد، وإما من الشيط والشدة، رب الشياطين. وما أضلت بالضاد، أما السماوات وما أضلت بالضاد، ومعنى الإضلال هنا الإضلال عن الحق، الإضلال عن الحق إلى الباطل، فهذه مهمة الشياطين أنها تضل الناس عن الحق وعن الهداية. رب الشياطين وما أضلت، قل لي جارا من شر خلق، قل لي جارا، يطلب من الله أن يجيره ويمنعه من شر هذه المخلوقات، فإنه هو القادر وهو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. كل جار من شر خلقك كلهم جميعا من الجن والإنس والدواب، أن يفرط علي منهم أحد أو يبغي علي، ثم قال: عز جارك، فمن أجاره الله فهو عزيز، وجل ثناؤك، الثناء على الله سبحانه وتعالى بنعمه وإحسانه، فهو المستحق للثناء والحمد، وجل ثناؤك، لا أحد يحصي الثناء على الله سبحانه وتعالى، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أحصي ثناء عليك ولا إله غيرك، ختامها هذه الكلمة العظيمة: لا إله غيرك، لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه دعوات عظيمة إذا استعملها الإنسان، جعلها في ورده صباحا ومساء، فإن الله يحميه بها من شر المخلوقات. نعم.